باسم غرفة تجارية بمدينة الرياض، ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، نرحب بكم في ورشة العمل اليوم. بتعريف عن المنتجات والخدمات لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وتهدف هذه الورشة التعزيز بالبنك ومنتجاته التمويلية والائتمانية. نرحب معنا في هذا اللقاء الأخ سعد السيف والأخ سلمان السويد، ومحدثكم أخوكم فهد بن أحمد الكريديس، مدير تطوير المشاريع في مجموعة ASK الدولية، عضو لجنة ريادة الأعمال. شكر لكم على حضوركم، ونتطلع على أسئلتكم واستفساراتكم عبر الكتابة إن شاء الله. أخوي سعد، ودي تعطينا نبذة بسيطة عن دور وأهداف بنك التصدير والاستيراد السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي البداية أشكركم على الاستضافة. هدفها الاساسي هي دعم المصدرين لهذه البلدان، وخاصه عندنا البنك السعودي، دعم المصدرين السعوديين لفتح افاق جديده لهم لاسواق والدخول في اسواق عالميه، ازاله او تقليل مخاطر الدخول في تلك الاسواق من عمليات ممكن ماليه او اشكاليات ماليه قد تواجههم مستقبلا، بالإضافة إلى مساعدة المستوردين للمنتجات الوطنية من المملكة على استيراد مواد أو منتجات بشكل أكبر وبشكل متفوق ومنافس مع الأسواق العالمية. نبدأ السلايد اللي بعدك العافية. طبعاً هنا عندنا كلمة سيدي خالد بن الحرمين الشريفين التي لها ارتباط بتوجه البنك او برساله البنك، وهي تبني رؤيه 2030 التي تعكس قوه ومتانه الاقتصاد السعودي، والتي من شانها الانتقال بالمملكه من افاق اوسع واشمل في مجالاته السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه في جميع المجالات التي تخدم المملكه. طبعا تأسس البنك هنا قبل حوالي ممكن سنتين، بدأ أعماله خلال السنة الماضية بقرار أو بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 423 بهدف أساسي لدعم الصادرات الغير نفطية للمملكة ودخولها لأسواق عالمية بشكل أوسع وبشكل أفضل. طبعا البنك لديه رؤية ولديه رسالة يعمل عليها، رؤية البنك أن تكون مؤسسة مالية رائدة تساهم في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية تعزيز الصادرات والغير نفطية. كما البنك رسالة وهي مساهمة في تنمية القاعدة الاقتصادية للمملكة من خلال تركيب منظومة الصادرات السعودية الغير نفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر عدم وتقليل مخاطر التصدير من عدم سداد لعمليات تصديرية مع المصدرين السعوديين. يوجد أهداف استراتيجية للبنك من ضمنها إحداث تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني، زيادة التمويل المتاح للمصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين داخل المملكة، تطوير الخدمات المقدمة لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات السعودية، تحفيز البنوك والمؤسسات المالية طبعا السعودية والغير سعودية راح نتطرق عليها لاحقا،
تحفيزهم على تمويل عمليات التصدير، تعزيز المعرفة المالية وكفاءة تصدير أو كفاءة المصدرين السعوديين من خلال بناء ثقافة مالية ائتمانية تساعدهم على اتخاذ قراراتهم في توسع أسواقهم في المراحل المستقبلية. طبعاً عندنا في أدوار رئيسية برضو للبنك، من ضمن الأدوار هي والدور الأساسي هو تقديم حلول ائتمانية للمستثمرين وعملائهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات المالية وتعزيز قدراتها بالتعامل مع المصدرين والمستوردين للمنتجات الوطنية. وتتمحور هذه الأدوار عادة في توفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية التصدير في مختلف مراحلها، الحد من المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير، بالإضافة إلى تمكين الخدمات والسلع السعودية المنشأ من الوصول إلى أسواق وجهات تصديرية جديدة. وكما تساعد أيضا أو من هذا الأدوار تساعد على تعزيز التنافسية وجاذبية السلع والخدمات السعودية أو سعودية المنشأ في الأسواق الإقليمية والعالمية. البنك يقدم طبعاً خدمتين أساسيتين، خدمة لتمويل الصادرات السعودية، وراح نجي للتفاصيل المنتجات طبعاً البنك في الصفحة أو السلايد التالي بإذن الله. وخدمة التمويل تنقسم إلى قسمين رئيسيين، هو القسم الأول هو التمويل المباشر عادة ما يكون للمشتري أو للمصدر السعودي، والتمويل غير مباشر وهذه عادة خدمات تقدم للبنوك المحلية للمملكة أو للبنوك الخارجية بحيث أنها توفر تسهيلات ائتمانية لمستوردي المنتجات السعودية خارج المملكة، وخطوط تمويل مع البنوك المحلية توفر خطوط تمويل للمصدرين ممكن يتعاملوا معها أو المصدرين الشركات السعودية يتعاملوا معها بشكل مباشر بالتنسيق مع البنك الصادرات. أما الخدمة الأساسية الثانية هي خدمة تأمين ائتمان الصادرات، وسوف نتطرق لها إن شاء الله في الصفحة القادمة. طبعاً المستفيدون من التمويل المباشر هم المصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين. التمويل غير المباشر يستفيد منه المصدر السعودي والمشتري الدولي والمؤسسات المالية. خدمة التأمين وإتقان الصادرات يستفيد منها المصدرين السعوديين والمؤسسات المالية الخارجية. نجي الآن نشرح خدمات البنك المعتمدة، هذه اللي تم اعتمادها خلال مراحل تأسيس البنك، ويعمل عليها البنك أو يعمل على جزء كبير منها، وسوف يعمل على المتبقي بإذن الله من خلال طلباتكم المستقبلية السادة المتواجدين معنا هنا أو الموجودين معنا عن طريق الشبكة أونلاين أو عن طريق التزكيات التي ممكن تناقشونها مع شركائكم سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. في البداية عندنا طبعاً الآن 10 خدمات متاحة وجاهزة لعملائنا داخل وخارج المملكة. الخدمة الأولى وهي تمويل المشتري في تحت الخدمة هذه عادة يستفيد المشتري الدولي من التسهيلات التي يقدمها البنك لشراء منتجات وطنية، بحيث يكون المقدم الطلب والمستفيد من الطلب ومقدم الضمانات لعمليات أو لعملية التمويل لشراء منتجات وطنية هو المستورد بشروط وأدوات معينة يتم تحديدها لاحقاً على أو تعتمد على طبيعة العملية وعلى اتجاه العملية وقيمة العملية والقيمة المالية للعملية، فكل عملية لها دراسة خاصة يتم تحديدها لاحقاً وقت تقديم الطلب. الفكرة الثانية هي تمويل ما قبل التصدير، عادة ما يكون عندنا بعض الشركات أو المصانع السعودية تكون المصانع بشكل أكثر. يكون عندها شورتج في عملية إنه والله يوفر رو ماتيريالز أو سلع أولية لإكمال منتجاته أو لإكمال منتجاته النهائية وإعادة أو تصديرها لاحقاً.
في الحالة هذه ثبت أنه فعلا يوجد طلب تصدير جاهز ولكن فيه نقص في عملية والله شراء المنتجات الأولية لإتمام تصنيع هذا المنتج أو إتمام عمليات أو مراحل الإنتاج له، فالبنك يقوم بتمويل تلك المدخلات الإنتاجية للمصنع السعودي بغرض تصدير هذا المنتج لاحقا وقت اكتمال عملية التصدير. أما الثالثة هي تمويل سلسلة التوريد، هي مقاربة تقريبا لتمويل ما قبل التصدير، ولكن هذه تدخل في عدة عمليات. الخدمة الأولى تأتي في عملية واحدة استفاد منها يسددها خلال أجال لاحقة، الخدمة الثالثة هذه لا تأتي ممكن في عدة عمليات عدة طلبات، ممكن تأتي في مواد أخرى غير المواد الخام والمواد الأولية التي يحتاجها المصنع هو المصنع. الخدمة الرابعة هي تمويل رأس المال العامل، قد يكون هناك بعض الإخفاقات المالية للمصنعين والشركات السعودية المصدرة في مثلا نقول عمليات استئجار مواقع مخازن، تأتي ممكن في عمليات احتياج زيادة خطوط إنتاج مخصصة للتصدير فقط، ممكن البنك يمولها للمصدر بشريطة أنه تكون أو تستخدم لأغراض التصدير فقط وليس لأغراض التجارة المحلية. في ضابط الضمان، هذه عادة يتعامل معها البنك مع المشاريع الخارجية، بحيث أنه وقت ما يكون في مشروع خارجي والمصدر السعودي حابب أنه والله يصدر المشروع هذا، ولكن بعض الدول أو بعض الجهات هذه تطلب ضمان أنه المصدر السعودي والشركة السعودية تلتزم فعلا بتوفير تلك المنتج للمشروع نفسه. فالبنك بيقدم طبعا بعد تنسيق مع المصدر السعودي بيقدم خطاب ضمان عن المصدر السعودي انه ملتزم ان المصدر يسلم او يلتزم بتسليم تلك المنتجات للمستفيد خارج المملكه، بالاضافه الى مساعده المصدر في توفير السيوله او الاحتياجات الماليه لتسليم منتجاته تلك المشاريع. التمويل الهيكلي هنا عادة هذه اللي سبق ذكرنا خطاب الضمان قد يكون عملية واحدة فقط، فيها يأتي مجموعة من العمليات إما تكون لمشاريع مستثمرة من قبل مستثمرين سعوديين خارج المملكة أو تكون لمشاريع لشركات محلية في بلدان معينة، محلية طبعا للبلدان الخارجية، فيكون فيه بعض المرات التزامات أو طلب استيراد مجموعة من المنتجات لتلك المشروع أو لإدخالها تحت المشروع، فالبنك بيقدم تسهيلات ائتمانية وقت ما يكون لدى المصدر السعودي أي عمليات تصدير لمنتجات إدخالية لعمليات إدخالية أو منتجات إدخالية لمشاريع. التمويل بخصم هنا هذه خدمة جديدة صراحة، وقد تكون يعني مميزة للمصدرين السعوديين اللي يحتاجون والله كاش right away على قولتهم، يعني نحتاجه الآن. بعض المرات أو عادة جرت العادة أنه يفتح خطاب الاعتماد أو الإرسي يفتح عادة ما بين 90 إلى 180 يوم، فممكن المصنع السعودي أو التاجر السعودي يقول والله لا أنا ما أقدر أنتظر 180 يوم، أحتاج سيولة لتصنيع مراحل أخرى أو عملية أو أعمل تطوير في مجال آخر، أو أحتاج والله أصدر لسوق ثاني فأحتاج سيولة. فالبنك بدوره في أو تحت هذه الخدمة يقدم له أو يشتري تلك يشتري الاعتماد ويشتري الأجل اللي راح يشتري فيه المصدر قيمة بضاعته، فيسلمها له ما قبل الفترة هذه من 90 إلى 180 يوم، ويأخذ طبعا البنك أكيد له حصة ربح منها، فيشتريها يسمونها عندنا ديسكاونت يعني، أو يشتري ما يقارب من 90 إلى 95% من قيمة الفاتورة، فيستفيد المصدر أو الشركة السعودية باستلام ما قيمته من 90 إلى 95% تقريبا من قيمة الفاتورة وكاش في الوقت نفسه.
يعني أخوي سعد، هل أنت تقصد أن من الأمكان من البنك التصدير والاستيراد السعودي بتسهيل الاعتماد البنكي قبل بدء عملية الإنتاج؟ هذه طبعا بعد عملية التصدير وليس الإنتاج، هذه يختلف. قبل عملية الإنتاج هذا يتمويل ما قبل التصدير. قبل التصدير، ما قبل التصدير إذا في احتياجات وماتيريال إنتاجها أو مواد خام معينة من السوق السعودي أولا، وإن لم تجد السوق السعودي ما غير موجودة، البنك ممكن يمولها من السوق الخارجي لإدخالها في عملية التصدير. التمويل الخاص لا، احنا هنا استلمنا ال سي او الاعتماد المستندي، انه والله هي الشركه راح تسددك خلال 180 يوم بعد استلام بعد عمليه التصدير واستلامها من قبل البنك المرسل او المستلم، اسف، البلد نفسه. فالشركه او المصنع هنا ممكن يحتاج السيوله بشكل اسرع بعد التصدير. فياتي البنك يقول والله انا عندي فاتوره مستحقه بعد 180 يوم، فيعطيك العافيه، ممكن البنك النبي والله الكاش الان ضاع الاسبوع الجاي، انا ما اقدر انتظر 180 يوم. فنقول ما عندك مشكله، احنا نشتري الفاتوره هذه، وقت صدرها يتم تجير المبلغ لحسابه باتفاقيه معينه بين الطرفين، بين البنك وبين المستفيد وهو المصدر. عندنا خدمه خطوط التمويل. خطوط التمويل طبعا البنك يعمل حاليا او عمل وسوف يعمل على تاسيس خطوط تمويل محليه ودوليه، الهدف منها طبعا المساهمه في تعزيز النشاط المالي للبنوك المحليه والدوليه لاستيراد المنتجات السعوديه. وقع البنك مع مجموعه من البنوك السعوديه مجموعه من خطوط التمويل لمساعده المصدرين السعوديين بالتوجه لتلك البنوك والاستفاده منها بغرض تمويل صادراتهم، بالإضافة إلى يعمل البنك ووقع ويعمل البنك على تأسيس خطوط تمويل خارجية مع مجموعة من الدول الصديقة والدول الغريبة وبالإضافة للدول العالمية لمساعدة مستوردي المنتجات السعودية على توفير تسهيلات ائتمانيه لهم في توجههم مباشره لتلك البنوك في نفس البلدان، ويطلب الخدمه، ويعمل البنك خارج المملكه على تقييم ودراسه وضع العميل وامكانيه استحقاقه من الاستفاده، ومن ثم مراسله البنك واعطاء المؤهله للحصول على التمويل. هذه الخدمه تسهل خاصه للعملاء خارج المملكه، تسهل لهم التعامل وتسليم الضمانات والتعامل المباشر مع بنوكهم المحليه داخل البلدان. فبالطريقه هذه بدل ما يتواصل معنا بشكل مباشر او بدل ما والله يتوجه لنا بالطلب، ممكن يتوجه لبنك المستفيد في نفس بلده بطريقه مباشره واسهل وباجراءات تكون متفقه بيننا وبين البنك خارج المملكه. هنا الان انهينا خدمة التمويل أو خدمة تحميل تمويل الصادرات. الآن ندخل على خدمة ثانية أساسية يمكن يشرحونا زملائنا تركي الدقيس و أي بشر تركي بليهيس معنا ومعنا نايف البطحي من إدارة التأمين. الله يعطيكم العافية. فمتخصصين في إدارة التأمين، وإذا في أسئلة بإذن الله بعد اللقاء متخصصة أو متعمقة الزملاء موجودين بإذن الله. طبعا خدمة التأمين يسمونها تأمين ائتمان الصادرات، هي خدمة أسست أو الهدف من تأسيسها تسهيل عملية التباعد التجاري بين المصدر السعودي وبين المستورد للمنتجات الوطنية. عادة ما تواجه الشركات السعودية أو المصانع بعض الإشكاليات في إصدار الاعتمادات المستندية من خارج المملكة أو من بعض الدول developing countries، يعني دول اللي والله الملاءة المالية والإئتمانية عندهم شوية ضعيفة. أسست الخدمة هذه لتساعد المصدرين السعوديين على التعامل المباشر مع عملائهم دون الاحتياج إلى فتح اعتمادات مستندية أو ضمانات بنكية معينة. يقوم المصدر السعودي فقط بطلب من البنك بعمل بوليصة تأمين، إما تكون محددة أو تكون متعددة،
من خلالها يقوم البنك بدراسة تلك العملة وتحديد صفوف الائتمانية معينة لهم. في حالة الموافقة من قبل البنك العميل بالتصدير واستلام وثيقة التأمين، هنا يقدر العميل يتعامل مع العملاء خارج المملكة على أوبن أكاونت بدون أي احتمالات مستهدية أو ضمانات مطلوبة. تخلق الصراحة يعني ميزة تنافسية للمنتج السعودي بحيث تقلل من تكاليف الاعتمادات والمصاريف البنكية. لا قدر الله إذا لم يحصل سداد مثلا من عميل معين، البنك يتحمل ما قيمته إلى ما قيمة 95% من قيمة البضاعة بعد دراسة عدم السداد من المستورد. وطبعا التعويض راح يكون ما راح يكون إلا من تحت إشكاليات سياسية أو تجارية قد حدثت يعني في البلد أو للمستورد نفسه. إذا كانت المشاكل تحت مشاكل سياسية أو مشاكل تجارية معينة، البنك يمكن استعداد أن يعوض المصدر السعودي ما قيمة إلى ما قيمة 95% من قيمة البضاعة. يتم برضو محاولة استرداد البضاعة من العميل خارج المملكة، في حين استردادها بشكل تام يتم إرجاع الفائض أو ما تقريبا 5% بالنسبة ل 5% للمصدر السعودي. هذه بالنسبة للوثائق التأمين. في وثائق عدم تعزيز ضمان الاعتمادات المستندية، هذه البنك طبعا بيوفرها للبنوك المحلية. في بعض البنوك المحلية أو البنوك الدولية خارج المملكة تفتح اعتمادات مستندية لتجار أو بشركات سعودية بقيمات معينة، ولكن قد تكون أقل من قيمة الصفقة التي يحتاجها المسدد، والبنك ما عنده استعداد والله يدخل في مخاطرة أكبر ورفع سقوف الاعتمادات هذه لتصدير منتجات وطنية لشركات أو لعملاء معينين. طبعا في الحالة هذه البنك ممكن أو بنك الصادرات ممكن يتعامل مع البنك أو بعد طبعا يتعامل معهم في رفع سقوف تلك العمليات لتعزيزها وزيادة حجم كمية التصدير التي ممكن يتعامل بها المصدر السعودي أو مع من خارج البنك. هذه الأشياء نسوي. خلنا نقول حقق البنك خلال الفترة هذه، في فترة الحمد لله وجيزة البنك يعني حقق أرقام جدا ممتازة. ما زي ما ذكرنا سابقا البنك ما يعني ما بتقيم على بعض سنة في البدء في عملياته. فطبعا عملنا على 89 طلب معتمد. اللهم لك الحمد خلال السنة الفائتة. قدم البنك أيضا تمويل معتمد بقرابة 9 مليار ريال خلال فترة السابقة. ولله الحمد تم وصول دعم البنك للشركات والمصارف السعودية وصلت إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. طريقة الاستفادة من المنتجات، طبعا لكل عميل احتياج، لكل عميل توجه معين. أنا أبي تمويل، أنا أبي والله عندي مشكلة عندي سيولة، ولكن المشكلة كيف أضمن فلوس برا؟ هل أحتاج بوليس التأمين؟ ولا والله أنا عندي شورتج معين في السيولة في عملية شراء المنتجات الأولية، أو والله شورتج في دفع التكاليف الرأسمالية للشركة جزئيات معينة. هنا يتم تحديد الاحتياج ومناقشة البنك بتلك الاحتياج، ومن ثم توجيههم بالطريقة المناسبة لسد تلك الفجوة التي يحتاجها المصدر السعودي أو الشركة السعودية أو المصنع السعودي. طبعاً يمكن للعملاء تقديم التسهيلات الائتمانية عن طريق اتباع الخطوات التالية: زيارة موقع البنك، تسجيل حساب جديد أو إكمال البيانات. طبعاً نرقى بإذن الله الأخوة الحضور معنا عن طريق أونلاين، إنه يدخل موقع البنك ويسجل شركات معنا، تسجيل مجاني ما في حاجة، بالعكس راح نهتم ونتواصل معكم ونشوف ونتابعكم فترة فترة إذا في احتياجات مالية ائتمانية معينة نحققها لكم، بالإضافة إلى متابعتكم أنتم معنا. إذا في طلب معين ممكن بس يحدد والله منتج أو نساعد من تحديد منتج تعبئة الجمال المرباح المستندات المطلوبة، راح يكون في مدير علاقة بإذن الله لوجود عميل معين راح نهيئ مدير علاقة للشركة يحدد له احتياجاته و
تحدد له المستندات المطلوبة منه لإكمال عملية يتم التعامل معها. رسالة الطلب طبعاً بعد إخفاق المستندات، وقتها إن شاء الله تأخذ فترة معينة تأخذ دراسة، سواء كانت عملية تمويل أو عمليات صادرات، ويتم إن شاء الله الإفادة فيه. هذه قنوات التواصل تعملونها كابشر، يعني كابشر يصورونها بالجوال الأخوان معنا عن طريق الأونلاين. طبعاً في عندنا مركز الاتصال للبنك عن طريق الرقم 800، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني والإنفو لأي استفسارات أو معلومات لاحقة بإذن الله. تواصلونا على الإيميل هذا، وإن راح نأخذ استفسارات كل هذا اليوم. هذا معكم على كيكا، ودنا تعطونا بس يعني اللي يصوره، وتعطونا إذا في أي مقترحات من عندكم، سواء لا عن خدمات البنك أو عن المنتجات اللي يقدمها، أو عن أي اقتراحات أنتم ترونها مناسبة. ممكن طبعاً إحنا كلنا في 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 مركب واحد، سعوديين، مصنعين، شركات، مؤسسات، دولة، مواطنين، مقيمين، كلنا نعمل على هدف تحقيق هدف واحد، وهو إنعاش الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لمملكة الحبيبة طبعاً أولاً، ولقادتنا ولإخواننا سواء داخل المملكة أو خارجها أيضاً، من خلال الخدمات المقدمة لاستيراد المنتجات الوطنية. الله يعطيكم العافية على الاستماع، وإذا في أي أسئلة الله يكرمك. أنا ودي صراحة أخوي سعد نبدأ فقرة الأسئلة والاستفسارات. وصلنا عدة استفسارات وأسئلة ودي أبدأ فيها. وصلنا تقريبا إلى الآن 10 أسئلة. بخصوص السؤال الأول، ما هو دور البنك التصدير والاستيراد في الإغراق، وما رأيكم في هذا الموضوع؟ الإغراق طبعا هي يعني سياسة قد يراها بس لو تقفل المايك لأنه يشتكوا من الصوت كذا واضح. ممتاز. طبعا سياسة الإغراق لها جهات مختصة تتعامل معها وتراقبها. البنك طبعا خدماته في المقدمة لا من تأمين ولا ضمان، هي خدمات مساندة للبنوك التجارية سواء داخل أو خارج المملكة. فالسياسات التي يعمل عليها هي سياسات أو تسهيل خدمات أو تسهيلات مالية بهدف تعزيز الصادرات الغير النقدية، وليس لإغراق منتج معين أو قيمة معينة في سوق معين أو بلد معين. هنا البنك له سياسات أسس بأمر سامي وبعد دراسة كبيرة، بحيث أنه يكون هدفه فعلاً موجه بالطريقة الصحيحة، وليس يعني ولا يوجد فيه أي إشكاليات قد تتعارض مع منظمة التجارة العالمية أو سياسات الإغراق التي أسستها للدول الأعضاء. ممتاز. طيب إذا لو قلنا ما هو دور البنك تصدير والاستيراد في مساعدة ودعم الصادرات من المنشآت المتوسطة والصغيرة؟ عندنا دراسة حالياً أنه عدد المستفيدين من ممكن المبلغ اللي قدمناه قبل قليل هو قرابة 9 مليار. 50% من المستفيدين من تلك أو من ذلك المبلغ هم شركات صغيرة متوسطة، وتشز يعني ونقدر نقول يعني هذا يعتبر نسبة جداً كبيرة. 50% من المبلغ الذي تم استخدامه حتى الآن في البنك أو للعمليات المعتمدة هي عمليات صرفت أو وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة. ممتاز. تفصلت صراحة سخان، يعني هذه نقطة جدا مهمة. يعني وش الفئة المستهدفة من الشركات والمؤسسات وفق يعني رؤية البنك؟ طبعا لكل شوف، ما في فئة معينة، طالما إنه في مصدر سعودي عنده خدمة أو منتج سعودي جاهز للتصدير، هنا يكون مهيئ ومؤهل.
ليس لا يوجد لا قطاع معين ولا خدمه معينه بغض النظر عن حجم المؤسسه. حجم المؤسسه احنا طبعا اعتماد حجم المؤسسه تصنف من قبل وزاره التجاره او الجهات المختصه، هي صغيره او كبيره او متوسطه. احنا نعطي الارقام هذه بناء على التصنيفات من الجهات المسؤوله او الجهات المصنفه لها، وليس احنا اللي نصنفها. تصنف احنا نعرف انه والله شركه صغيره متوسطه بناء على التصنيف من الجهات المختصه اللي تصنف الشركات السعوديه. طيب انا صراحه تواصلت اخوي سعد مع احد المصانع المتوسطه والصغيره، وكان عندهم استفسار او شكوى، يقولون هل من الممكن من البنك تصدير والاستيراد السعودي تسهيل او بتسهيل الاعتماد البنكي قبل بدء عمليه الانتاج وقبل تصديرها للعميل؟ هنا ممكن مو تسهيل الاعتماد البنكي، هنا مو عندنا الخدمة موجودة هذه، هي شراء الاعتماد البنكي. بس شراء الاعتماد البنكي بعد ما بعد ما يفتح المستورد الاعتماد البنكي. ممتاز. للمصدر المصدر السعودي. ممكن البنك يشتري الاعتماد هذا في فترته ويقول والله يصدر وهذه فلوسك يا المصدر السعودي أو الشركة السعودية، ومتى ما سدد المستورد راح تعمل، او ممكن يعمل تسجيل تسجيل لحساب البنك وقت السداد يكون المبلغ محول للبنك، او ممكن ما يحتاج تسجيل السي، ممكن يعلمنا ويقول والله انا عندي الان طلب جاهز، هذا انا عندي طلب في مثلا خلينا نقول في الكونغو ولا في مصر ولا في السودان ولا في كذا، وانا والله الطلب بس ما عندي رو ماتيريالز الان اقدر اشتريها من سابق من شركه فلان ولا من شركه كذا بدون على ما قال ذكر اسماء معينه، او ما هو موجود في المملكه والله موجود في الخارج، وانا احتاج والله المواد المدخله او هذه على الانتاج لتكميل عمليه التصنيع وارساله. البنك يقدم مباشره للمصدر نفسه تمويل لشراء تلك المنتجات هذه او المدخلات لاكمال عمليه التصنيع ومن ثم تصديرها والاستفاده منها. اي بس عمليه الانتاج ليس فقط شراء المنتجات، في عندك راس المال العامل، عندك الأمور، إذا كان أنا عندي اعتماد بنكي أو إذا كان عندي طلبية معينة من زي ما قلت مثلا السودان وإلى آخر، إنه بيشتري مني والله هل قارورة الموية بكمية معينة، وأنا كمصنع متوسط وصغير ما عندي هالإمكانية أني أشتري المواد الخام والعمال وإلى آخر علشان ألبي هالطلب إلى العميل الخارجي المملكة. البنك يشتريها لك. ممتاز. يقدم له تسهيلات ائتمانيه لشراء تلك، طبعا ما يسلم لك كاش البنك، ولكن يشوف من الشركات المورده له ويتعامل، يكون عمليه تنسيق مثلثي بين البنك وبين المورد وبين المصنع او ممتاز. الشركه السعوديه. ممتاز. فيدفع البنك قيمه المواد هذه ويستفيد منها المصنع او المصدر في انتاج او ادخالها على منتجاته ومن ثم التصدير وعاده سددها لها. طيب يعني نقول هل البنك يقدم ضمان زائد تمويل او احداهما؟ لا، احد خدمه كل خدمه مستقله. ولكن قد يكون العميل يقول والله انا ابغى مثلا عندي عمليه معينه ابي فيها تمويل، وعمليه معينه ابي فيها ضمان، ولكن عمليه واحده تمويل وضمان لا ما تجي. نرجع على نسبه مساهمتكم لدعم المنشات المتوسطه والصغيره مقارنه بالكبيره. هل لاحظتوا كيف دعمت المنشات المتوسطه والصغيره بطريقة تناسبهم وتناسب حجمهم، بحيث أن هذه الفئة يعني ليس لديها الخبرة الكافية من ناحية كيف أنه يجي طلب معين، هل المصنع المتوسط والصغير ومتحمس يلبي هالطلب، فكيف أنهم هو يعتمد على كيف تزيدون هالنسبة؟ هي النسبة هذه طبعا بناء على احتياجات السوق وعلى وبناء على أهلية الشركة الصغيرة والمتوسطة للتصدير، إذا هي عندها أهلية كاملة وعندها تعامل مسبق أو تعامل مستقبلي فما في أي إشكالية البنك أنه يزيد النسبة هذه طالما توفرت جميع الشروط والأحكام اللي ممكن تنفذ على العمليات المستفادة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ممتاز. في سؤال آخر أخوي سعد، ما هو علاقاتكم مع برنامج ضمان الصادرات؟ برنامج الصادرات، برنامج ضمان الصادرات، برنامج ضمان الصادرات تابع الصندوق تابع للتنمية. اي نعم، هذا انا كنت شغال فيه من الاول طبعا وانتقلنا للبنك. اي اسس البرنامج الصادرات السعوديه اسس عام 1999 بهدف تعزيز الصادرات النفطيه. بالضبط. حاليا اغلق البرنامج تقريبا بشكل شبه تام وتحويل منتجاته وخدماته
او مهامه للاكزيم بانك او بنك التصدير والاستيراد السعودي. فهي نفس المهام تقريبا. البنك الان استكمل الطريق بمنتجات او بمنتجات اكثر وبتسهيلات اكثر ليونه، ممكن بما انه يعتبر قطاع شبه حكومي او متخصص في المجال هذا. فعملية استكمالية طبعا هي من البرنامج الى البنك تقريبا. ممتاز. طيب هل تعتمدون بنوك معينة في السوق المستهدف للتصدير وتعزيز اعتمادها؟ طبعا يعتمد على 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 مناعة البنك المالية، على تاريخ الائتماني للبنك، يعتمد على تعاملات البنك مع الجهات الخارجية والبنوك الخارجية. لكل عملية لها دراسة معينة. البنك لما نفتح معه خط تمويل سواء داخل أو خارج المملكة له دراسة، له صفوف معينة، له ليميتس معين يتم دراستها، وبناء على الخبراء لدينا في البنك يتم تحديد فعالية توقيع خط التمويل من عدمه. فكل عملية أو كل بنك له أهلية وتاريخ ائتماني معين يتم دراسته. إذا وافق شروط وأحكام بنك الاستيراد بنك التصدير والاستيراد السعودي فما في أي إشكالية أن البنك تعمل معه. ممتاز. طيب هل تزودون المصدر السعودي بالمعلومات وإحصائيات الأسواق المستهدفة؟ إذا وجدت لدينا المعلومات طبعا هذه يتوقع مهمتكم كغرف كاتحاد الآن مجلس غرف وكهيئة تنمية صادرات. يعني ما شاء الله الهيئة لها أدوار كبيرة في تنمية وعي المصدرين السعوديين على الأسواق اللي يحتاجونها أو احتياجات أو المنتجات اللي قد بعض الدول تحتاجها من السوق السعودي، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، من خلال عمل الورشات التعريفية. الهيئة لها دور كبير. إحنا إذا عندنا المعلومة وعندنا عميل مقدم على عملية معينة ويحتاج تلك المعلومة راح نقدمها له أكيد. إذا والله ما هي من اختصاصنا راح نوجهها للجهة المختصة أو الجهة المخولة بتزويده باحتياجاته المعلوماتية أو غير المعلوماتية. طيب سؤال آخر أخوي سعد، هل هنالك تعاون مع البنك الإسلامي؟ عندنا الإخوان تركي ونايف آخر لو تقولنا آخر الأخبار عن توقيع اتفاقية مع لايسك. اتفاقية لكن طريقة غير مباشرة للمشاركة بالمخاطر يعني بخصوص وقد البنك بعد برضو البنك هذا عملنا عليها سابقا في البرنامج، والآن طبعا احنا نتحدث باسم البنك وليس باسم البرنامج. ممكن انه يتعامل معه في كوفاينانسينج او عمليات تمويل مشتركة لعمليات معينة لدول معينة. هذا وارد. البنك لسه حديث عهد الآن، ما بعد والله ما نقدر احنا الان نقول والله البنك انجز وانجز وانجز، وما له تقريبا حوالي سنه بدا في اعماله، ولكن مستقبلا باذن الله وخاصه مع البنك الاسلامي راح يكون باذن الله في عمليات مشتركه في تمويل مشاريع معينه او تمويل عمليات معينه لمستفيدين معينين سواء خارج المملكه او داخل المملكه تحت الانظمه والشروط التي اسس عليها البنك. طيب ما شاء الله عليك اخوي سعد، بحكم انك اشتغلت في صادرات لمدة طويلة، جاني سؤال، لماذا لا يوجد لدينا بيوت تجارية تريدينج هاوس مثل الدول الأخرى التي تشجع الصادرات وخاصة التي تخدم المصانع المتوسطة والصغيرة؟ والله هذه مو مجال اختصاصي أنا صراحة، تشجع بيوت تجارية أو غيرها هذه ممكن. رأيك في هذا الموضوع بحكم أنك أنت في هذا المجال؟ يمكن ما خبرتي محدودة فيها وما ما 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 في تعليق معين على لي أنا على الموضوع هذا، ولكن ما ممكن الموضوع هذا يتم طرحه او تحويل سؤاله الى الجهه المعنيه، ومثل الرياض ممكن تكون لها دور هنا في الاجابه على هذا السؤال. ممتاز. اذا في اي اسئله او استفسارات من الحضور يعطيكم العافيه جميعا. استفسار بخصوص الشركات اللي تعمل خارج المملكه ومملوكه للشركات السعوديه، هل كانت تتكلم في التامين منصه الصدمات شركة سعودية تعمل على نفسها خارج المملكة؟ لا، شركة خارج المملكة مملكة شركة سعودية.
يعني المنتج في النهايه المنشأ ما راح اقول انه سعودي، إيه؟ الشركه السعوديه لخدمه التمويل ولا التامين؟ لا التامين، التامين عند تركي. اذا في تعليق لا يعطيك العافيه ولا التأمين يقدم التغطيات للشركات الخارجية المملوكة للشركات السعودية في حالة أنه كان المنتج اللي تبيعه الشركات الخارجية إضافة عليه أو local content 20%. أوكي. نعم يغطي. في نقطة مهمة ذكرني فيها الأخ تركي، بالعكس الله يعطيها العافية، وهي المفروض من أذكرها. لما نقول تصدير المنتج السعودي، مو هو بلازم يكون فولي، على ما قال فولي بروديوس يعني من السوق المحلي، طالما أنه أضيف إليه قيمة معينة تصل إلى 20 أو 25%، من 20 وما فوق، يعني إذا في قيمة مضافة على المنتج، خلنا نقول والله استوردنا منتج معين من الصين ولكن عملنا عليه بعض الإضافات ووصلت الإضافات إلى ما قيمته 20% زين من الإنتاج المحلي، فهذا يعتبر أو considered as a Saudi product، خلاص يتصدر عادي ولا في أي مشكلة، يعني يعتبر ك منتج سعودي طالما أضيف إليه إلى ما قيمته 20% يعتبر منتج سعودي. يعني وخاضع طبعاً، أنا ما أحكم أقول إنه يعتبر منتج سعودي، أنا كتصنيف ل ل ل ل للقطاعات الأخرى، ولكن أقول خاضع لعمليات التمويل والضمان، ويمكن الاستفادة منه في تمويله أو ضمانه لتصدير خارج المملكة. يعني نقدر نقول تعريف المنتج اللي يكون منشأ سعودي انه يتجاوز المحتوى السعودي، انا ما هو منشأ سعودي، انا اقول لك العمليات اقبلها طالما انه في قيمه مضافه وفي تعريف البنك. نعم وفي تعريف البنك، ولكن نعم. كمنتج سعودي انا ما احدد انه والله اذا ضفت عليه 20-30% يعتبر منتج سعودي، انا اعطيك وش البنك ممكن يوافق عليه اذا وعلى حسب سياسه القيمه المدخله على المنتج. فانا ما راح اصدر منتج جايني من خارج المملكه 100% ولا 100% جاي من خارج المملكة، وأقول والله يلا الشركات من سوين لها عادة تصدير وإكسبورتينج وخذ تمويل عليه، لا كده أنا دعمت منتجات أخرى، ما دعمت منتجات وطنية، دعمت منتجات مستوردة. فهدفنا الأساسي في البنك هو دعم المنتجات الوطنية والتي تحمل قيمة مضافة إلى أكثر إلى أكثر أو إلى ما قيمته أكثر من 20%. هل هناك أي استفسار أو أسئلة من الحضور؟ بس أخوي سعد أنا ودي أرجع لنقطة التريدينج هاوسز إذا تسمح. هل تعرف دور الأساسي للبيوت التجارية؟ لا صراحة. أنا أعطيك نبذة بسيطة عنها، ممكن نطلع بمقترح أو توصية بسيطة من عندنا. الآن البيوت التجارية عادها تريدينج هاوس هي حاولوا فيها عدة شركات ولكن على نطاق صغير، وأعتقد أن دور التريدينج هاوس يتم إنشاءه بشكل كبير بمثل بمساعدة صندوق استثمارة العامة وإلى آخره، حتى يكون تستهدف دعم المصانع المتوسطة والصغيرة، لأن أنتم تخش على نطاقكم أنكم تبون ترفعون من المصانع المتوسطة والصغيرة هي اللي يحتاجون هذا الدعم الأساسي. بالإضافة إلى الكبيرة. الكبيرة إلى حد كبير عندهم على قولتهم ظهرهم قوي يمديهم يتحملون هذا. يتحملون لكم محاولة مساعدتهم إلى 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 دخول أسواق أكثر وتعامل بكمية أكبر، وفي النهاية طبعاً هذا كله عائد على الاقتصاد الوطني. سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو متوسطة. لنسعى أكيد لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم نفس التسهيلات بنفس الكفاءة ونفس الملاءة للشركات الكبيرة. أي بس أخوي سعد، أنت ما يمديك تقارن الكبير اللي عنده خبرة أو يمدي يفتح أسواق في جميع دول العالم، اللي عنده قدرة المالية، اللي عنده قدرة الإدارية لفتح أسواق جديدة اللي يستهدفها،
بحكم المصانع المتوسطة الصغيرة ما عندها القدرة لا الفنية ولا المالية ولا الإدارية ولا الخبرات لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها. فأعتقد إذا كان هناك بيت تجاري أو تريدينج هاوس يتم إنشاءه بشكل منظم لدعم هذه الفئة زي ما تسوي بقية دول العالم بالتأكيد لدعم الصادرات. بالتأكيد في حال وجود التصاريح والتراخيص الرسمية ووجود وأهلية التصدير للشركات هذه أو التريدينج هاوسز هذه وجود أهلية التصدير وتطابقت متطلباته مع منتجات البنك، أكيد البنك راح يقدم خدماته للمستفيدين منه. طالما وجود التراخيص والسجلات الرسمية وطالما وجود وجودت الأهلية للتصدير، أنا ما أقدر يجيني يقول والله أنا بطور مشروعي على مبيعات محلية، هذا ما هو من اختصاص البنك. بالضبط. يوجد بنوك تجارية، يوجد قطاعات أخرى متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، لكن هدف البنك هو تنمية قدراتهم التجارية والتصديرية للخارج. التجارية طبعا المختصة بالتصدير. فأكيد طالما توافقت احتياجات تلك المنشآت مع منتجات البنك، البنك أتوقع أنه على استعداد أنه يقدم خدماته بإذن الله. وفي الختام نشكركم على أسئلتكم واستفساراتكم وحضوركم، ونتطلع لمزيد من الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية إن شاء الله لتحقيق أحد أهداف الرؤية 2030 إن شاء الله. بإذن الله. يعطيكم العافية جميعا. ألف شكر. يعطيك العافية. وش أسوف مسجلة ومقولة على اليوتيوب في غرفة الرياض إن شاء الله. الله يعطيكم العافية جميعا. يعطيكم العافية جميعا. ما قصرت.